في خلال ال30 سنة الماضية، لعله كان فعال في وقتها يعني، ثم بدأت يتلاشى ويتراجع إلى هذه اللحظة. يعني ماذا جرى وكيف تم استخدام هذا الخطاب؟ نعم، أصلا الفكرة كلها والتنظيم كله قائم على فكرة استغلال الدين في السياسة، واستغلال الدين لحيازة الدنيا. والخطاب ده كان فعال في الحقيقة مش في 30 سنة اللي فاتت، كان منذ نشأة التنظيم. التنظيم ده لما كان تنظيم صغير جدا وعندهم 3 أعضاء فقط في الجمعية التأسيسية في البرلمان، كان عنده القدرة على ابتزاز الأحزاب الكبيرة، الحزبين الطائفيين الكبار، نعم باسم الدين نفسه. رفع شعار الشريعة الإسلامية، وحتى في أدبياتهم أنه أنت بتورطهم في الشريعة الإسلامية، لأنه ما نعم بيقدروا يقولوا لما دايرين الشريعة الإسلامية. نعم فاستطاعوا فعلا توريط الحزبين الكبيرين، فمشوا معاهم، لدرجة أنه لما جات القصة بتاعت معهد المعلمين العالي القضية بتاعت الإساءة إلى البيت النبوي وخلافه، واستخدموه عشان ما يحلوا الحزب الشيوعي، ساقوا معاهم أزهري ومين في البرلمان، أعضاء كثيرين جدا، ساقوهم يعني سوقا للقضايا بتاعتهم دي وللابتزاز نعم، باسم الدين. لكن ليس هو ده هو ولقوا مزاج سوداني يعني؟ المسألة دي ما زالت ممكن تكون عندها أثر، لأنه بنقول والله الإسلام السوداني المسلمين بطبيعتهم الآن هو استغلال لهذا المزاج يعني بشكل كبير. عنده أثر، لكن هذا الأثر متلاشي حقيقة، خاصة بعد الثورة. الآن بعد الثورة يعني البضاعة دي بقت بضاعة بايرة وما عندها مشتري على الإطلاق، لكن الفكرة الأساسية اللي تأسس عليها التنظيم هو استغلال العاطفة الدينية للشعب، وبشكل فيه نوع من أنواع التجهيل والعموميات والضبابية والسوق بالعاطفة وانعدام التفكير، ما بيتيح للإنسان يفكر، دائما في هوس قايم، في هوشة، في مظاهرات، في رفع للمصاحف أسنة رفع المصاحف على أسنة الرماح، في استخدام موضوع الشيء لحد آخر لحظة. يعني في حاجة اسمها المسيرة بتاعت دفاع عن الشريعة الإسلامية اللي عملوها ناس عبد الواحد دي، فشوفوا بائسة كيف وقليلة كيف ومحتقرة بواسطة الشعب كيف؟ ده شعب وعى أنك أنت لا يمكنك أن تستغل الدين لمآرب السياسة بالمكر وبالدهاء وباستغفال الناس. نعم، الأستاذ محمد سلمان ملاحظ إنه الرئيس المخلوع كان دائما يحاول يقول لهم إنه أنتوا الحركة الإسلامية، أنتوا المؤتمر الوطني، أنتوا الحاكمين، يعني ملاحظ إنه زي كان في أزمة، ولا أنت رأيك شنو؟ يعني كان بيقول شنو في هذا الخطاب اللي بيكرره أكثر من مرة، 46 عضو هنا 46 قاعد هناك في نفس الاتجاه ده يعني. أنا داير أتكلم عن الحلقات بشكل عام، نعم يعني تفضل. مهم تتناول السردة. هي أولا أعرفهم بثمارهم، يعني بالتأكيد ما كنا نتخيل أن تكون الاجتماعات النتج عنها كل الدمار للسودان طوال هذه ال30 عام، أن يكون هناك أناس يعني مشغولين يعني بغير ما كان يدور في هذه الحلقات أولا يعني، وهي ممكن تكون كشفت جوانب أغلبها معروف لأي سياسي سوداني. يعني إحنا برضو لازم نعاين لحاجتين، الاهتمام بالإقليم ونشر الدعوة، حتى محاولة إعادة ترويج النفس من غير أي احتراف أو قدرة على التماهي مع حركة التاريخ. يعني جزول على الدوام شايف نفسه حتى الأخطاء يقول نغير اسمنا عشان أعدائنا حملونا أجرام كثيرة، يعني في نوع من نكران كسب النفس ده بطريقة يعني بتخليك تعاين للمشهد كله بطريقة. يعني أنا بتذكر أنا لما شفت الاهتمام بتاع السودانيين بالقصة بتاعت الحلقات دي بتاعت الأسرار الكبرى، وأنا يعني إحنا 30 سنة بنعاني من عانينا من هذا النظام، بقت قصة تذكرت قصة العرض حلقي اللي هو ده دول بيكون قدام المحكمة لما تكون عندك قضية بتيجي تشتكي. نعم القصة الشهيرة. فالراجل بعد القضاء كتب لما جاء قرا العرض حال قاعد يبكي، قال أنا مظلوم قدر ده. نعم. أنا أفتكر الحلقات دي أولا كشفت نوع من السوء إحنا ما تخيلناه. نعم. في جوانب تانية يعني كشفت برضه رغبة في النقد ورغبة في الإصلاح. في بعضها كان ممكن نقول عليه شيء حقيقي ومحاولة بتاع، في البعض اللي بيفتكر إنه داير يقفز على اللي هم ارتكبوها دي نعم. بالطريقه بتاعت انك انت تغير الاسم.
شوف الـ يعني التماهي بالاختفاء حول الخطاب الدعوي والديني والكلام تاع عثمان عن التجرد، وانه اذا كان على مستوى الحركه الاسلاميه محل التجرد لماذا يعني؟ نعم. وهو بيشتكي من اداء الاجهزه الحكوميه واللي هي كلها فازه واللي هي كلها والغه في دماء السودانيين، ما في اي يعني احساس بالذنب عند اغلب السيئين من الناس في الحركه الاسلاميه. حاجه صراحه يعني انا بذكرني انه قدر ما ممكن نكون تخيلنا سوء السيئين، وقدر ما تخيلنا ماذا يدور داخل أروطة الحركة الإسلامية، لكن عندما تستمع لعلي عثمان، عندما تستمع لبشير نفسه، عندما تستمع لأنس عمر، وأنا أعتقد أنه يعني من ما إحنا شفناه في الحركة الطلابية هي طريقته، شخص يعني تعود أنه يعني يرضع من العمل العام، العمل السياسي، وبعد يتكلم عن تجرد وعن خلاف. نعم. يعني خلينا نقف في النقطة دي، أنت الآن بتتحدث أنه في بعضهم حاول أن يعمل ويجري محاولات إصلاح واضحة في التسجيلات. نعم. يعني واضحة أنه هناك حتى هناك تهديدات، هناك حديث هذه البكائية السخيفة لأمين حسن عمر في أنه المنزلة بين المنزلتين، في أنه لا خلاف. هل دعينا نقف في الحتة دي، هل الإصلاح ده كان يمكن أن يمضي لو كان يستمعوا للمسألة دي، ولا المسألة دي وصلت وين يعني في قبل ما خطاب الإصلاح ده؟ أنا أعتقد أنه هذه حركة بتركيبتها وبمرجعيتها الفكرية وبمحاولة الاختفاء حول هذا الخطاب الطهراني، يعني حتى هذه الدعوة إذا تحدث عن الدين وعن سماحته وعن خلافه يتم تقديمها من قبل أشخاص لا تجد أي غيمة أصلا للمراجعة أو لقراءة التاريخ أو الغبول ذاته بالتاريخ. يعني إذا كان هناك مجال لأنه يتم فيه تغيير، ولا واضح أنه كان بيتم مغاومته بشكل كبير جدا من الداخل، نعم. ما عندها قدرة هذه الحركة بدعاوية، والأقدر دائما على الظهور هم الذين يعني يحاولون أن يخفوا هذه الأصوات للتغيير، الذين يحاولون أن يمنعوا هذا التغيير. هناك محاولات، هناك حتى استنكار، لماذا لم يقتل ود إبراهيم، لماذا لم يقتل نعم. غازي صلاح الدين، حسن نعم. رزق، هؤلاء الذين سمعنا مثلا زي حسن رزق يتحدث عن أشياء، يتحدث عن الفساد بشكل مباشر، أستاذ غبشاوي تتحدث عن نعم. أنهم مهددين بالتصفية إذا تحدثوا في الفساد. نعم. يعني من هذه حركة لا يمكن أن طيب تصلح من يعني. من النقطة دي دكتور، يعني شنو لك يعني مسألة الدموية دي، إحنا يعني كان هل ممكن كان يكون ده فعلا حقيقة يعدم غازي صلاح الدين ود إبراهيم، وليه علي عثمان مصير إنه الحاجة دي يجب أن الناس يتعاملوا معها بطريقة طفية، يعني ده تعبير عن شنو رغم إنك أنت موجود في السلطة؟ يعني ما هو تنظيم دموي طبعا، يعني ما أنت يعني الشيء يعني قال ما من أخذ بالسيف يؤخذ كويس. ما أنت لما تأسس تنظيم عبارة عن مافيا وقايم على العنف والدموية وبتبدأ عهدك بدموية سيئة جدا ويعني ضد خصومك، يعني حتنتهي إلى دموية مع ناسك المعاك. دي حاجة يعني معروفة وبديهية. هم قتلوا ناسهم، كيف ما الناس دي صفوا بعض تصفيات كبيرة جدا، والآن يعني عندما تتكشف الحقائق، مثلا الناس اللي اغتيلوا اللي شاركوا في اغتيال حسن محاولة اغتيال حسن مبارك، نعم ديل اغتيلوا معروف يعني، واتكلم عنه الترابي في الحلقات واتهم على عثمان مباشرة بأنه صفاهم. نعم. طيب فهم قتلوا إخوانهم ديل، والبيبكي البيبكي أمين حسن عمر ده ما بكوا لما قتلوا الناس الزول الكتالو قدام أسرته وصفوهم على عثمان يعني باتهام الترابي مباشرة. لكن هم دائما في هذا النقاش بيقولوا إنه والله العنف في السياسة السودانية ده قديم، وإنه والله في نميري قتل الشيوعيين قتلوا، دائما يحاول أن يبرر هذه المسألة. هل فعلا السياسة السودانية في هذه التركيبة وفي الأزمة بتاعت الاغتيالات دي؟ الدولة السودانية دولة أساسا قايمة يعني على العنف ضد الآخر. نعم. كويس. يعني أنت لما تجي تشوف التاريخ بتاع الدولة دي فعلا فيها عنف، في إعدامات للناس اللي حاولوا انقلابات عسكرية، فيها إعدامات للناس اللي حاولوا منازعة الدولة بالعنف وبالسلاح وكذا. لكن يعني مسألة الأخوان، نحن قاعدين نقول دائما التنظيم بتاع الأخوان المسلمين ده يعني هو مش عنده مشتركات
مع السياسة السودانية عموما ومع الدولة القائمة الشائهة دي اللي يعني بتصدر الحرب للأقاليم وبتنشر تعمل الحرب الأهلية هناك وكده، إنما هم زادوا الجرعة بالنواحي المسألة العقائدية بتاعتهم وعقيدة الجهاد وكده. لكن بالإضافة لده كله جات المسألة بتاعت التفكير بتاع العصابة المافيا اللي هي دي ما ده اللي تفردوا بهم من 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 خلينا نسمع رأي محمد فاروق في هذه النقطة. يعني مسألة الدموية ومحاولة قتل الآخرين، وده يعترف بقتل بولات واعتراف بال 28 ضابط، ثم يستنكر كيف لم يعدموا هؤلاء الذين قاموا بانقلاب. يعني هذه التركيبة تخصهم، وفي بعضهم بيحاولوا يدافعوا أنه هذه المسألة مستمرة منذ تاريخ السياسة السودانية. شوف، أنت ما بتقدر تتكلم عن نمط مختلف، لكن أنا أفتكر أن السودانيين متميزين بدرجة من التسامح. يعني حتى في هذا العنف في السودان مثلا لم نشهد اغتيالات، لم نشهد تصفيات في الشوارع، لم نشهد تفجيرات. البعض يقول أن الذين يقومون بالتفجيرات هم الذين حكموا السودان، لذلك لم نشهدها. وهذا قد يكون سليم، وقد يكون من حسن ظننا أنه لا حكموا ولم يأتونا كإرهابيين وكتفجيرين ولا خلافه. لكن أيضا عندما يكون هناك عنف في السودان، يكون الشخص مثلا يسكن في الحي يوسف، لما يغرر أنه يعترض على النظام بيشيل شنطته بيمشي بخش الغابة، ما في التهديد بتاع الآمنين. يعني المشاهد دي احنا كلنا شفناها. هناك محاكم الرجاف من زمن عبود عدم فيها كثير من الأفراد القوات المسلحة باتهام بالتورط مع الأنانية. هناك أشياء كثيرة، لكن يعني الذي يجعل يعني الأمر بتاع العنف ده هنا غريب، النقاش ده ما بيتم عن أنك أنت تقتل يعني الناس دي. الأول حاجة احنا السودانيين بر التنظيم بتاعهم ده أمرنا مقضي، ما في كلام عن أنه نتقتل ولا ما نتقتل. هم يتكلموا عن يقتلوا بعض الساعة. أنت متخيل يعني هذا الولوغ في الدم؟ يعني بالنسبة له أي دول خارج الإطار بتاع الحركة الإسلامية ده دمه مباح. يعني واضح النقاش ده يتكلم عن أنه ده بيتكلم عن أنه يعني الله أخذتنا رأفة بناسنا. يعني كيف الناس دي كان مفروض يعدم؟ ال 28 رمضان ولا ماتوا في 13 2013 سبتمبر، ولا ماتوا في الحروب في دارفور؟ دي أصلا حتى في دعاوي الإصلاحيين احنا ما سمعنا كلام عن حرمة هذا الدم ولا حرمة الدم السوداني. ده يتكلموا عن حرمة دمه، انه كيف القصة دي اللعيقة وكيف نقدر نلم. انا افتكر انه دي تجربة السودانيين حقه يستفيدوا منها. حتى انا افتكر انه كشف الحاجات دي ده ما كل شيء. انا افتكر انه في اجتماعات اخرى، يعني احنا الى الان لم نرى مسؤولين، لم نرى افراد الامن، لم نرى مسؤولين امنيين، لم نرى اجتماعات التي تتم مع يعني نرى انس دوراو يعني مجموعه بتاعت كتائب ومجموعه بتاعت قوات في الامن وخلافه هي بتدبر هذه العمليات. ده لسه بناخشوا الخسائر اللي بتتم داخله، لكن ماذا عن الشعب السوداني؟ ماذا عن هذه التضحيات الكثيره جدا اللي تقدمها الشعب السوداني؟ هذه فرصه تاريخيه انا افتكر. يعني من الواضح ملاحظ انه الحلقات دي تكلمت بشكل كبير بخاصه الذين دعوا للاصلاح. نحن ملاحظين تحدثوا عن الفساد، يعني دائما كل الذين وقفوا في هذه المنصات مناصحين بيتكلموا بشكل اساسي عن انه الفساد ده بقى مشكله. لكن في ملاحظه اخرى، يعني دائما يعني الرئيس في ملاحظه من اللحظات بيقول انه ما في فساد، وانه التوقيع على الميزانيه والنثريه ده شيء طبيعي، ثم في اخر المطاف بيجي يقول في فساد. يعني ده هل شنو يعني وضعه الان؟ افتكر انه وضعه في التنظيم بقى وضع مختلف، وفي الدوله وضع مختلف. طبعا ما هو يعني في البداية هو أصله هو الرأس الفساد وحامل الفساد، وخطبته الأولانية دي كانت تحديدا بتقول للناس أفسدوا، يعني أفسدوا، لأنه شنو يعني لو وقعت كده ويزول ما عنده نسريات، شيل نسريات كويس. يعني دعوة صريحة للمسؤولين الحكوميين بأن يفسدوا ويستعملوا عربات الدولة ويستعملوا بنزين الدولة ويستعملوا إمكانات الدولة وأجهزة الدولة في العمل الحزبي، وقال لهم في حد منعكم؟ فهي دعوة صريحة للفساد. في الدور الثاني أصبح الفساد شاخصا أمام عيانه وباعترافات الناس الحوله، بحيث أنه ما يستطاع أن يظل في حالة الإنكار والدعوة للفساد وشراء الناس الزمن بالفساد. فكان مضطر اضطرار شديد لأنه يتكلم عن الفساد. لكن أنا الشيء الشايفه، هم اعترفوا بالفشل واعترفوا بالفساد واعترفوا بأنه ارتكبوا جرائم
واعترفوا بأنه فقدوا الرأي العام تماما وأنهم ما قدوة حتى لأسر وأبنائهم وأن الجيل ده ما شايفهم قدوة. ويعني طيب انت ده ما دام شخصت القضية بالشكل ده ما تمشي يا أخي. أصله ال 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 النتيجة المنطقية ليزول بيقول كلام زي ده يا أخي خلينا نقعد نسلم الأمر ده لأهل السودانيين ديل ونمشي أهلنا. لكن لا هم ده كله شايفين المشكلة استيل عايزين يستمروا في الحكم لكن حتى ال ال ال, ال حتى ال ال الحلول اللي هم بيطرحوها حلول فيها إفلاس فكري رهيب وإفلاس سياسي. نعم خليني أنتقل لمحمد فاروق في هذه النقطة. يعني كان ممكن أن يقود الرئيس المخلوع كان يمكن أن يقود إصلاح تفتكر في تلك هذه اللحظات يعني من 16 من 2013 لحد لحظات السقوط كان هل يمكن أن يقود إصلاح؟ لا لا يمكن طبعا. يعني من الواضح أنه حتى نظرة البشير أو غيره للمذلة بتاعت التغيير والإصلاح هي مرتبطة بهذه العصبة انه حتى كلام محمد ابراهيم الطاهر عن انه يعني احنا نحكم ببرنامجنا وليس بقياداتنا الظاهره. هناك مساله مهمه يجب اننا نعينها برضه. العقليه دي ما عندها علاقه بالدوله ولا عندها علاقه بالانسانيه اصلا. يعني ده زول بيتكلم عن وطن مملوك للجميع بينظر للوطن ده كملك خاص للمجموعه دي من الناس. ما عنده استعداد يقبل اخر. انا بتمنى انه يعني احنا ذاته في 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 اطار هذا التغيير نفهم انه ده المطلوب منا اننا علينا اننا نعاين للمشروع الانساني اللي اسمه الوطن ده باحتوال انه مملوك للجميع. لانه اللغه الكلام بتاع البشير عن انه الوزير مؤتمر وطني كلهم حركه اسلاميه الموظف المدير ده زول بعاين للدوله كلها كانما هي يعني ريع خاص به. شوف الابتسار للمذله بتاعت انه ما في فساد كونه زول يعني نصريه ده أضغط كل الأشكال الدورة المحاسبية. ثمان السودان ده لغاية الساعة 12:30 أي خزنة بتكفل لغاية الساعة 2 كل الخزنة بتاعت الدولة بتتم مراجعتها. نعم. المشكلة إنه اللي بتحدثوا عنه هم شايفينه فساد ده ما الفساد إحنا بنقصده. هم بيتكلموا عن حاجات أعلى من ده. يعني المذلة بتاعت التوظيف اللي بتتم خصما على الكفاءة ده فساد. المذلة بتاعت التمكين نعم. وإخصاء الناس المذلة بتاعت الإدارة السيئة ذاتها للدولة ده يعني كله فساد. هم ده ما شايفين. هم يتكلموا هسه عن ناس اختنوا عن ناس أسروا عن كده. نعم لو كنا دارين نستفيد من هذه التجربة زي ما أنت بتقول يعني الذي أسقط هذا التنظيم هل هو الفساد الذي تكلموا عنه كثير أم هو التمكين أم هي الدكتاتورية أم هو حكم الفرد الواحد والحزب الواحد؟ شنو الآن يعني أنت من ملاحظتك لهذه الأفلام شنو التشخيص يمكن أن نطلع به قبل أن نغادر مسألة الفساد؟ يعني أنا قلت إحنا كسودانيين محظوظين إنه هذا المشروع بتاع الإسلام السياسي حكمنا يعني تصدر للدولة. يعني إذا نظرنا للناس زي بما في ذلك الذين قتلوهم والذين أرادوا أن يقتلونهم كانوا في يوم من الأيام نخبة واحدة يعني تدعي إنها هي المحتكرة الخير بس ما في ذول غيرهم كويس. اكتشفوا نفسهم وبدت هذه المسائل التي ظهرت في هذه الأسرار الخلافات بينهم هذا الضعف هذا. لكن أنا أفتكر أنه هذا المشروع أصلا ما عنده طريقة. هذا المشروع بتاع الإسلام السياسي ما عنده طريقة أنه يكون جزء من الدولة. أنا أفتكر أنه في الحلقة اللي فاتت كان المحبوب عبد السلام يعني قال مقولة صادقة جدا أنه مشروع الحركة الإسلامية أصلا سقط لم تعد هناك حوجة له. هذا مشروع ما عنده علاقة بالدولة الحديثة سيظل متقاطعا معها. يعني هذه جماعة تنظر حتى عملية الإصلاح التغيير من داخلها يعني من داخل إنه تبسط نفوذها هي وبس ما عندها رؤية لغيره من السودانيين ولا حتى غير السودانيين. يعني هي كانت بتنشر الروع ده برا السودان. والحقيقة المؤسفة يعني كلام دكتور طارق السويدان إنه نحن ننظر لتجربة الأخوان في السودان وكده وتكلم عنهم في الكويت وضعهم كويس. إحنا ذاتنا كنا بالنسبة للإسلاميين الآخرين زي حقل تجارب السودان ونحمد الله إن إحنا بقينا الحقل التجارب ده. أنا أفكر إنه دي تجربة لو السودانيين قاموا بما مفروض يقوموا به من مجهود فكري ومن توظيف لأنه تجربة تعمل نوع من الإلايف. أنا أفكر إنه كثير من الإسلاميين حصل لهم نوع من الاستنارة لما احتكوا بالسلطة ما عادوا مشروع مهووس ولا مشروع بتاع زول ممكن يموت لأنه هسه القصة دي بالنسبة لهم بقت واضحة. حتى في الأيام الأخيرة من عمر الإنقاذ الدفاع بقى واضح دفاع عن السلطة ما في حاجة زي ما
هي لله، هي للجاه وهي للسلطة فقط. نعم، لكن المجتمع البري يعني الصارق السويدان أو الأخوان المسلمين ما كانوا شايفين الحاصل في السودان ده، ما كانوا عارفين تفاصيل الفساد، وحتى الآن بيجوا يحترفوا بهم ده ما كانوا شايفين. شوف يعني الإسلاميين ده المشروع ده ذاته هو كله مشروع بتاع غيبوبة كده بتاعت وعي يعني، والغيبوبة دي تقدر ما تزيح منها بتقوى تصوير التصوير الجميل زي الطريقة بتاعت التفكير بتاع السلف، الحديث عن الصحابة، الحديث عن الدولة بتاعت يعني دائما أنت عندك نموذج بتاع دولة بتاعت رفاه اصلا انت ما عشت، احنا الوحيدين المشروع ده حاول يتعامل طلع ما في رفاه، لكن ليديل ده كان كده زي يسح كلام بعض الاسلاميين عن التجربه بتاعه تركيا تونس. هذه المشاريع انا برضه افتكر انه الاحتفاء ده احتفاء زائف بها. المشاريع بتاعت الدول دي ناجحه لانه الدول دي اصلا عندها نوع من التاسيس الاقتصادي والمشاريع بتاعت التنميه القائمه في مشاريع الدوله العلمانيه بتاعتها ذاتها. يعني اردوغان الان هو قائم على دي بخطاب شعبوي ذاته، ما خطاب بتاع اسلام سياسي زي ما هم بيحاولوا يصوروه مصلح. نعم. الان نحن بنشهد في تونس ما يجري يعني، والحركه بتاعت الوعي الكبيره جدا التامه. انا ما يعني مش بكفي الباب امام انه ما انا مسلم في النهايه، انا ذاتي محمد فاروق ده ذاتي زول مسلم، لكن تصوير المشروع بتاع الاسلام السياسي ده كلافت عشان انا اجيبه الحكم ما حيغوض الا لانتاج زي المجموعات دي. نعم. من الناس. طيب مجموعه دايره تحفي نفسها دائما من الادانه ودايره تجيب ضد التغيير وحركه. نعم. التاريخ. طيب دكتور، من الملاحظ انه الاصلاح داخل الجماعه اخذ شيء اخر يعني، يعني يتحول الى انقلابات. يعني الناس الان اتهم على عثمان لغازي صلاح الدين انه ده انقلاب، وفيه مدنيين يعني، هو الان يتهم مجموعه من الجماعه اللي خرجوا انهم دعموا هذا الانقلاب. يعني ده في الاخر يمثل شنو في حتى في مسألة الإصلاح داخل التنظيم وداخل العقلية الذهنية بتاعت ما هو أنا شوف أنا بنظر الموضوع ده كفشل، الفشل أساسي هو أصلا الفشل ده فشل فكري. نعم. أنه الناس ديل ما عالجوا القضايا الفكرية اللي بتخليهم يجاوبوا على السؤال الكبير أنك إنت كيف تنشئ دولة حديثة بمفاهيم دينية. السؤال ده ما عالجوه، ما قعدوا عشان يطرحوا رؤية متكاملة. نعم. لكيف أنك تنشي دولة حديثة في وده بيقتضي أنك أنت تحل مشكلة الدولة الوطنية والعالمية الإسلامية. يعني أنت هل عندك المسألة في النهاية وصلوا لها مثلا التوانسة من أن الوطن ده هو صاحب الأولوية وأن الوطن مهم أهم من الأيديولوجية العابرة للأوطان مثلا. نعم. يعني القضايا الأساسية ما قدروا يحلوها، مسألة الشريعة الإسلامية، القوانين الإسلامية، مسألة العدالة تحقيقها إزاي، يعني الأسئلة الكبرى. نعم. هم ما عالجوها، هم قفزوا بالشعارات الممجوجة السطحية للحكومة، لقوا روحهم قدام الحكومة بسيطرة على الدولة كلها وبسهولة شديدة جدا، وقعدوا يخبطوا خبط عشواء مرة شمال ومرة يمين، وابتدى يعني تشوف المشروع ده الانقلاب ده بدأ بكذبة صح؟ نعم. الكذبة الأساسية أنا شايفها ده الفاونديشن، ده الأساس اللي انبنى عليه النظام ده كله. اذهب إلى القصر رئيسا وأنا أذهب إلى السجن حبيسا. الكذبة دي ابتدت طوالة أنفولد تسف يعني تكشف عن نفسها في كل مرحلة من المراحل لحد أسع في الحلقات دي نحن بنسمعهم أنه أنت عايز تعالج بالكذب. يعني غندور قال نغشهم كويس، يعني نقول يعني الحوار الوطني أنت بتجمع له الناس دي كلهم وكده. نعم. ننفذ حاجتنا، نعمل التصوير ده وننفذ حاجتنا. مهد إبراهيم اقتراحه غش، تعال نغير جلدنا ويسمنا وكده. ما عندهم شيء. الناس الدارين يعملوا الانقلاب ديل لو نجحوا عملوا انقلاب حيواجهوا المشكلة دي ذاتها، وما عندهم ما يعصم بعد ما يقعدوا في كراسي السلطة دي طهاتوا فيها أنه يمشوا نفس المسيرة بتاعة أخوان ناس على عثمان وديل ما عندهم شيء. There is nothing. ما في فكرة. دي المعضلة الأساسية. أنا أفتكر أنه يكون عليها الفوكس والشافته هذا الفيديو هو كاشف للمسألة دي. الناس. نعم. دي وقفوا أمام مركب غارق وما عندهم أي أداة من الأدوات تخليهم ينقذوا روحهم. طيب يا محمد فاروق، الناس اللي حكموا 30 سنة بكل هذه الكيفية، كيف شنو كان هو العنصر اللي خلاهم يقعدوا 30 سنة يحكموا هذا البلد؟ يعني رغم الآن بنشوفه والكلام الآن بيتقال حولهم، شنو الحكم يقعدوا 30 سنة يعني في نظرك؟ هو طبعا يعني
احيانا يعني نقول لا نعاين الحاجه دي بشكل سليم. المشروع الحكم ده ما مشروع بسيط يعني، المشروع ده ايديولوجيا زي ما انت قلت انه الخطاب الديني ده ذاته متغلغل في المجتمع. واحنا حضرنا ايام الانغاز الاولى، حضرنا الدعاوي بتاعت الجهاد والدفاع الشعبي والتجاوب بالمناسبه، عشان برضه نكون اوضح في الحملات بتاعت التمكين والعنف غير العنف، كان في الخطاب الديني ده كان عنده بريق في بداية الإنغاز، وشهداء وساحات الفداء. الخطاب ده على مستوى البسطاء كان بيجيش ناس بشكل كبير جدا، ما يكون في إنكار. بالمقابل النخبة اللي كانت بتصارع الناس ديل، أنا أفتكر إنه عنده إشكال في الـ في الـ في الـ في الإنتاج الفكري، وفي إنه يعني في انتلكشوال جاب صراحة. وإلى الآن المذلة دي قائمة. أنا لمرات كثيرة بقول كثير من الإسلاميين الراجعوا وارتدوا على المشروع بتاعهم قد يكونوا أكثر تطورا في إنه فاهمين تماما إنه المشروع ده ما عاد ينفع. الإسلاميين أنفسهم يعني من الإسلاميين رجعوا، في ناس كتار رجعوا يعني. لكن مهم نعاين لأنه الثلاثين سنة دي هم قعدوا، لأنه في العقلية بتاعت العصابة دي في دولة أصلا هشة بالمناسبة، قدروا استطاعوا إنه يحولوا الجيش كله لسكنة حقتهم يعني بطريقة بتاع التمكين. احنا حتى الآن حتى بعد التغيير هناك مخاوف كثيرة في كل الدوائر بتاعة فصل الدولة الجهاز بتاعة الدولة. قدروا أيضا يخلقوا مشروع بتاع دولة موازي غير الدولة الحديثة ذات القاعدة دي، وهي دي كانت بتمرر الناس. الدولة والسلطة والحكم ده بالمناسبة لكثير من الناس ما مازال بتشغلهم، يعني مش فكرة انه الناس بتكون ما معنية بها، لكن إذا الأمور ماشية لا يعني هذه المسألة استمرت بهذا التفكير البراق أو الفكرة البراقة بتاعت لا لا هذه الفكرة البراقة يعني صرت سرعان ما انطفت، يعني انطفت لأنه اللغة ذاتها هي هنا دي بقت واضحة للشعب السوداني، وبقت في النكات بقت تطلع في النكات حتى حول الشهداء بتاعينهم، وحتى لما حصل الانقسام بتاع الشعبي والكلام بتاعينهم. طيب الاستمرار كان من شنو؟ الاستمرار كان في دولة بقت عندها زراع أمني قوي جدا وأزرع أمنية متعددة، وحتى الفكره ذاتها بتاعت البشير انه عنده اكثر من قوة عسكريه، اي قوة عسكريه مهيمنه مستغله من الاخرى، كل القوة دي راسها عنده لفتره طويله. في 2013 كان ممكن النظام يضغط، كان في مظاهرات قويه بنفس حجم المظاهرات اللي كانت في 2018 هنا، لكن لانه الاذرع الامنيه مختلفه، جيش بعيد، الجيش ذاته وحدات ما كلها قادره تتجانس مع بعض. هناك كان حرس الحدود موسى هلال الدعم السريع كان في بدايات تكوينه. في القوى المتعددة الكثيرة دي كان من الصعب دول يفتكر انه دي تنقلب ولا تتفق عليه، وزايد الامن ذاته عنده الوحدة بتاعت الناس تكلمت عنه. الان اصبحت هنالك قوة يعني. لا هذه القوى الامنية المتعددة العسكرية المتعددة الغادبة النظام يعني. زمان عادة انت بتفرق في المجتمعات بتاعتك عشان تحكم، فرق تسد دي كانت قاعدة تتخذ في القاعدة المدنية، والنظام عملها يعني. نجد هناك حزب اتحادي اكثر من شكل، حركه شعبيه اكثر من حركه، هناك شركاء للنظام ايضا في سلطته، حزب امه كم حزب امه شريك في النظام. انا ما اود ان اقول انه هذا التقسيم ساد بشكل اكثر وضوح في الاجهزه الامنيه، ودي اللي كان لعب بالنار. لان افتكر انه انت كده بديت تتلاعب بالامن الغومي بتاع البلد كلها. خلق اكثر من جيش، لكن في النهايه حصل شنو؟ هذه الجيوش المتعدده ايضا مع هذه الثورة، تقدر ثورتنا دي ثورة مختلفة جدا. كان لابد لها انها تمشي 3 سنين، قدرت تتفق عليه وتزيحه، دي حاجة مهمة. برضو ما ننسى انه في كل الثورات اللي حصلت في البوست كولونيال موفمنت دي بتاعت الحراك بتاع التغييرات السياسية في الدولة الوطنية دي، السودان هو الدولة الوحيدة اللي اضغطت نظام بتاع اسلام سياسي. صحيح. صحيح. طيب لو حولني لك السؤال ده بطريقة أخرى دكتور الباقر، انه الآن هم لأنهم كان عندهم فكر براق في بداية 30 سنة، ثم مقابل ضعف الفكرة عند الآخرين أو ما قدروا ينتجوا فكر موازي لهذه الفكرة نفسها يعني بشكل الآخرين كبير منه. يعني كل القوى السياسية والقوى الفكرية والقوى التنظيمية في أنا بختلف مع الأطروحة دي تماما، ما فيش فكر. نعم. ما في فكرة قدر كده، ما في ذرة من فكر. نعم. وين الانتاج الفكري ده؟ خدل قالوا شنو عن موضوع انك عن موضوع الدوله الوطنيه على مستوى الخطاب يعني حقيقة. على مستوى الخطاب في شعار يعني. في فرق كبير جدا ما بين الشعار الفعال في تجييش الناس وتغييب عقولهم في ابراز العاطفه وتغييب العقل، وانه يكون فعال بالمفاهيم الدينيه وقائم على التجهيل وقائم على عدم العقل حقيقة، وفي فريق بين أنك أنت تتكلم عن فكر. الفكر ده ما معروف، أنت عندك تنظير
يعني بيعالج مشكلة الإنسان مع الكون، مشكلة الإنسان مع الإنسان في الوقت في الناحية الاجتماعية، علاقة الأسئلة الوجودية الكبرى، الأسئلة السياسية الكبرى، الأسئلة المجتمعية الكبرى. عندك حلول، حلول، عندك آلية للحلول، لا مش عندك فتاوى، عندك آلية أنت بتستخدمها عشان تستنبط منها حلول. لكن الدكتور السؤال ما زال قائم، نحن السؤال ما زال قائم، يعني الناس اللي عندهم شعار بسيط جدا، يعني 30 سنة ما سهل ما صعب. نعم. أنت لما توظف الدولة وإمكانات الدولة عشان تقعد، بس يبقى ده غاية غاية حياتك بتقعد. ما هو محمد هسه متكلم عن الكلام ده، انه في مليون جهاز امني، في مليون جهاز كده وخلاص. استغل في حاجتين آليتين، استغلال الخطاب الديني التجهيلي القائم على العاطفة وقائم على استغلال الشعوب، ده واحد element واللي هو ما فيهش فكر خالص خالص. الحاجة الثانية القبضة الأمنية والإرهاب الناس وحكمهم بالحديد والنار، ده الإلمنت الثاني. الإلمنت الثالث توظيف جميع إمكانات الدولة، كل الميزانية بتاعت الدولة، هدف الأساسي أنك تبقى في كرسي الحكم. يبقى هنا أسقطها قصة الشعب، أسقطها قصة الخدمات، الصحة، الكد. أنت عملت نظام بحول العصابة الحاكمة إلى سادة والشعب إلى عبيد، يعني العلاقة بسيطة جدا جدا. نعم. كويس. وبالشكل ده انت ممكن تستمر يعني في الحكم. بعدين ما في شعوب يعني حصل لهم الموضوع ده حتى بدون خطاب ديني. نعم. حكموا 40 سنة الغزافي. نعم. مش حكم 40 سنة. نعم. خلينا نرجع 300 سنة. نعم. خلينا نرجع للفيلم يا محمد سليمان. نتكلم عن الان في اعتراف شجاع جدا افتكر من نافع، يعني افتكر هو الوحيد يعني لو داين ننصفه وقدم افادة شجاع انه نحن كلنا في ده، وإن إحنا كلنا عيننا أهلنا وعيننا أولادنا وكده. يعني هل شنو التمكين في الدولة نحن يعني خلق مخاوف كبيرة جدا، يعني إلى أي مدى تمكنوا من هذه الدولة؟ يعني مفاصل الدولة فيها كان قدر شنو؟ هل ده حقيقة يعني هم تمكنوا من الدولة؟ تمكنوا للدرجة إنه عطلوا أي وظيفة طبيعية لأي جهاز من أجهزة الدولة في إنه يقوم بمغامه، يعني بمهمته، للحد لأن إحنا أصبحنا دولة غنية بمواردها، دولة عندها كثير من الفرص، هذه الفرص ضاعت الآن. أنا يعني تأكيد على كلام دكتور الباغر، الأسياس مش أسياس ملي الزناوي والأسيوبين عندهم نقطة جميلة جدا بيقولوها عن الإنقاذ، إنه بيقولوا الإنقاذ ذي الناس، الإنقاذ ذي العمل، هاي غريبة ذل هم قاعدين حاكمين كل يوم بيخافوا يسقطوا بكرة، يعني لما يقوموا الصباح مش بيقوموا إنه والله المشروع التنوي نعمل شنو ولا كده. لكن البقى العفيفي ده الخاتم عدنان بيعمل في شنو اليومين ذي، أمشوا أقبضوا فرتقوا ألغوا البتاع، إجراءات أمنية يومية. فهم قاعدوا حكموا طيلة الفترة الحكموا دي ما في يوم حكموا، هم كل يوم بيناموا على أساس إنه بكرة في شنو ممكن يحصل عشان يحافظوا على الحكم. الإجابة على سؤال الحفاظ على حكمهم ده ما خلتهم صراحة يحكموا ولا يوم، يعني هم ظلوا دائما بيفكروا بالطريقة دي، يعني المقدم الأمن على البتاع. طبعا أنا ما بتكلم عن فكر مشروع فكري عنده بريغ ولا غير، أنا بتكلم عن حالة بتاع التاريخ عندنا نحن كلنا في المجتمعات في المنطقة دي، وعندها طاقة دي يعني بتاعت إنهاك وإهلاك غريبة، يعني داعجين عيننا لما يحدث بين داعش استعداد كثيرين إنه يموت عشان ما حصل في 11 سبتمبر بن لادن، بدأ من هنا والمشروع بتاعه الانتحار. يعني في مشروع خلينا من الفكرة الوراء الوجداني بتاعه ده، الخطاب الوجداني ده خلق طاقة بتاعت إهلاك داخل البشر في ظل العالم ذاته فيه مشاكله، التفاوت المادي، الإحساس بتاع يعني أنت لو مشيت في بعض المناطق ما عنده علاقة بالإسلام في طيب شرق آسيا بتلقى صور لبن لادن بالمناسبة لمجرد بس الإحساس بتاع إنه ده الفجر ضرب. لكن خلينا نرجع في نفس النقطة، إحنا ممكن يعني الآن في اتهام بأنه هنالك تمكين جديد، يعني خلينا لو أنت قلت عبارة مهمة جدا إنه خلينا نستفيد من ده يكون بالنسبة لنا درس، يعني ممكن نستفيد منه شنو؟ يعني الآن النافع يعترف بالتمكين، واضح إنه التمكين ده حاجة سيئة، هل يمكن في البلد دي تاني تحكم بهذه الطريقة ويكون في تمكين لجهة واحدة؟ يعني في نظرات طبعاً ما ممكن. حتى الكلام عن الحرية والتغيير، الحرية والتغيير ليست جهة واحدة، ودي واحدة من المزايا، الناس تنظر لك الشيء ضعيف إنه ده مشروع متباين فيه يمين فيه يسار، في أطراف أنا بفتكر إنها جزء من الحرية والتغيير باحتوال من هذه الثورة، ثورة الحرية والسلام والعدالة، لم يعني تكون إلى الآن لم تأتي، يعني الأطراف التي
حمله السلاح في دارفور كانت جزء من النظام والانتفاضه المسلحه في فتره من الفترات ضد النظام. هناك الحلو، هناك عبد الواحد، هناك من خلافه من المجموعات الكثيره الان افتكر انها جزء من الحريه والتغيير. هذا تعدد وتنوع كبير جدا، ما في دول حيكون عنده مشروع واحد حقه عاوز يحكم به السودان انيمور، الحاجه دي ما في حتى في الفتره الانتقاليه. يعني احنا ما حنعمل كده لانه ده كعب ولا لانه في عداله يعني هو طبعا خارج الاطار بتاع الحلقه دي، لكن انا افتكر انه ما نحن فيه بعد هذه التجربه بكل آلامها وبكل الامال اللي طلعت منها، يعني نتيجه انا افتكر انه ميلاد جديد للشعب السوداني الان احنا في منصه تاسيس جديده. يعني انا برضو مصير انه اذا تكلمنا عن المشروع الفكري الوطني والرؤيه الوطنيه المفروض نخاطب بها المستقبل بتاع السودان، قد تكون اوضح في الاحاسيس وفي الحماس عند الناس وكخطاب لسه على مستوى شعارات. دي محتاجه عشان تتفرغ ومحتاجه عشان تتبني وتتبني على رؤيه وطنيه. ده مشروع كبير جدا ومشروع ثلاث سنين ذاتها حتكون مرحله منه كيك اوف، لكن احنا قد نشتغل 30 40 سنه عشان نعمل في اننا نبني المشروع الوطني بتاع دوله حديثه في السودان. خلينا نرجع لك دكتور الباغر ونرجع للفيلم نفسه. هنالك يعني كان في تشخيص افتكر جيد، لانه احنا والله مثلا عبد الهادي هو من جهاز الامن بيقول لنا احنا الان 99% من الناس ما مننا، في اخر بيجي يقول حتى نافع في حديثه كان بيعترف انه هنالك ازمه كبيره جدا وهكذا. يعني في الاخر شايف انه ما انعكس على الاداء، ما انعكس على محاوله الخروج من الافق ولا من الازمه. قال لهم والله الازمه دي لو قلنا حتقتلنا في الاخر، قلت حتتعالج بالزمن زي الأزمات السابقة. يعني ليه لم يكن يتخذ القرار بطريقة، يعني رغم التشخيص ده لم يتخذ قرار يفضي بأي نتيجة غير نتيجة السقوط؟ يعني يعني ما هي دي بتشبه شنو؟ بتشبه يعني الشخصيات الدرامية المأساوية اللي بتشوف حتفها وبتمشي له. ليه؟ لأنها لا تملك، يعني زي القاطرة الماشية في خطين ومنحدرة وممكن أن تقيف إلا ترتطم بالحائل. يعني دي موجودة في البشر، موجودة هسه شفناها في الأنظمة موجودة. ما هم ما عندهم قدر، في حالة من حالات الإفلاس التام اللي هو يعني حتى لو شخصوا المشكلة الحل هو أن تحل نفسك. يعني عشان كده ما بيمشوا له، حتى لو شافوه ما بيمشوا له إلا يمشوهم له ناس غيرهم. عرفتها؟ يعني لكن ما بيمشوا له اختيارا، لكن بيكون زي المغمض العينين شايف مصيره ماشي له. فدي ده السيتويشن. يعني تشوف محاربة الفساد